أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناة خبير في يوتيوب. الرجاء من الجميع الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الأفضل. لدينا اليوم فيديو شرح عن برامج نسخ التطبيقات. لدينا طبعا برنامجين سنتكلم عنهم بالتفصيل وطريقة التشغيل، تابعونا حتى النهاية ولا تنسونا من دعمكم، حياكم الله جميعا. في البداية قوموا بالاشتراك في قناتنا في يوتيوب الثانية وأيضا جميع برامج التواصل كي نقدم الدعم والمساعدة للجميع إن شاء الله. وأيضا بالإمكان الانضمام لعضوية القناة كي تدعموا قناتكم ونستمر بالعروض القوية والمفيدة بشكل دائم ومستمر. طبعا هذه البرامج كلها نحتاجها في هذا الفيديو، سنتكلم عنها بالتفصيل. نحتاج لبرنامج زي أرشيف، طبعا هذا البرنامج ممكن تحميله من المتجر سوق بلاي يعني بشكل طبيعي، وأيضا نحتاج إلى برنامج هذا الموجود تحت زي أرشيف اللون الأحمر أو اللون الزهري، وهذا طبعا برنامج نسخ التطبيقات وأيضا برنامج لآخر، وأيضا بالإضافة إلى جيم كارديان الخاص بالقناة. سنتكلم عن طريقة التطبيق وطريقة التشغيل بشكل عام وبشكل مفصل. طبعا هذا البرنامج نقوم بتنزيله على الهاتف فقط ولا نعمل أي شيء. هذا البرنامج كما تشاهدون، وأيضا لدينا طبعا زي أرشيف لفك الضغط كما ذكرنا. هذا برنامج مهم جدا، يجب أن يكون بالهاتف بكل مرة طبعا نقوم فيها بتنزيل هذه التطبيقات كي نستطيع فك الضغط عن أي ملف بسهولة وبدون أي مشاكل. طبعا نحتاج منكم دعم قوي والتفاعل واللايكات يعني في هذا الفيديو وأيضا الفيديوهات الأخرى كي نستمر بالأفضل إن شاء الله بشكل عام ونستمر بتقديم المحتوى الجيد. طبعا نقوم بالدخول الى برنامج طبعا نسخ التطبيقات الاول مالتي سبيس كما تشاهدون بهذا الشكل. سندخل اليه ونريكم طبعا طريقة اضافة البرامج وايضا تشغيل جيم جارديان. هذه المشكلة يعاني منها كثير من الناس، نعتذر طبعا عن الصورة اصبحت بشكل طولي ولكن مضطرين الى هذا الموضوع. سنقوم طبعا بالبداية بحذف هذه التطبيقات كلها، هذه طبعا لا نحتاجها ابدا. اذا طلب منا طبعا طريقة يعني صلاحية في البداية نقوم بإعطاء الصلاحية الكاملة يعني بأثناء الدخول لأول مرة. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية والمفيدة بشكل دائم ومستمر. سأقوم طبعا بحذف هذه التطبيقات كما ذكرنا، لا نحتاجها لأننا في برنامج نسخ التطبيقات أو نسخ الألعاب. هذا برنامج طبعا شغال في التحديث الجديد. سأقوم طبعا بحذف هذه التطبيقات كما ذكرنا وأقوم بإضافة الجيم كارديان فقط لأريكم طريقة تشغيله. هذه المشكلة طبعا يعاني منها كثير من الناس. طبعا زر الأصفر زر البلس أو الزائد الموجود في الأسفل هو الإضافة. طبعا أنا قمت بإضافة الجيم كارديان بهذا الشكل كما تشاهدون، وممكن طبعا إضافة أي لعبة مطلوبة عن طريق هذا البرنامج وطبعا التحكم بالجيم كارديان بشكل سهل. طبعا خطوة سهلة جدا لتفعيل الجيم كارديان، نختار الافتراضي بهذا الشكل أول خيار، ثم نضغط تخطي بشكل مباشر ونضغط نعم ونعود طبعا ونشغل الجيم كارديان مرة ثانية. أي رسالة طبعا تظهر لدينا نضغط حسنا أو نضغط نعم أثناء تشغيل الجيم كارديان بهذا الشكل، فورا نعطيه سماح وأيضا نضغط نعم إذا يعني نتجت لدينا طبعا أي رسالة كما تشاهدون بهذا الشكل. حسنا نعم، ونضغط البدء بالأسفل في الزاوية السفلى كما تشاهدون. اشتغل معنا برنامج جيم كارديان، هو موجود في الأعلى. سأقوم بسحبه إلى الأسفل وتشغيله طبعا لأريكم أنه شغال بشكل جيد. ممكن إضافة أي لعبة في هذا المكان وطبعا تطبيق أي شيء نريده عن طريق الجيم كارديان لأي لعبة من الألعاب. هذا برنامج نسخ التطبيقات الأول شغال بشكل جيد ولا يحتاج إلى شيء، سهل وسريع، وممكن إضافة أي لعبة طبعا كما ذكرنا عن طريق الزر الموجود في الأسفل الأصفر بهذا الشكل. سأقوم طبعا أيضا بالدخول إلى الجيم كارديان الثاني بهذا الشكل، أقوم بتحديده. هذا هو طبعا ملتي أب، البرنامجين طبعا موجودين في ملف واحد، وأيضا الجيم كارديان والبرامج المساعدة كلها بحجم 50 ميجا تقريبا، حجم صغير ولا يحتاج أي عناء في التحميل. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية والمستمرة بشكل دائم ومستمر. أيضا طبعا نضغط على زر accept أو قبول في الأسفل كما تشاهدون بهذا الشكل، فورا يدخل لدينا إلى برنامج نسخ التطبيقات. وممكن إضافة طبعا جيم كارديان، هذا جيم كارديان عن طريق التطبيق الماضي، سأقوم بإغلاقه بهذا الشكل. طبعا نفس الطريقة نقوم بتفعيل جيم كارديان في هذا البرنامج.
سهلة جدا، فقط نضغط تخطي ونضغط يعني قبول لكل شيء ويشتغل معنا بشكل سهل وبدون أي مشكلة. من ميزات هذا الناسخ كما تشاهدون نضغط على زر بلس هنا وإضافة طبعا الجيم جارديان. طبعا أي لعبة أو أي شيء يعني في المرتبة الأولى يدخل لدينا في هذا المكان، يعني يقوم بصف التطبيقات بجانب بعض كما تشاهدون بهذا الشكل. وأيضا نفس الطريقة الماضية في برنامج نسخ الألعاب، نقوم بالضغط على سماح لكل شيء والتخطي إذا ظهرت لدينا إزالة التخطي، ويشتغل معنا الجيم جارديان. نختار وضع الافتراضي بهذا الشكل ثم تخطي فورا، نضغط نعم ونعطيه الصلاحية الكاملة ويشتغل لدينا بشكل مباشر وبدون أي مشاكل. طريقة سهلة وسريعة. ممكن طبعا تغيير اللغة داخل جيم جارديان حسب اللغة المطلوبة، هذا شيء أصبح معروف لدى الجميع ولا يحتاج إلى شرح. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية والمميزة بشكل دائم ومستمر. إذا كما ذكرنا نحتاج إلى هذه الخمسة برامج الموجودة في سطح المكتب لدينا، وطبعا يشتغل لدينا البرامج كلها بشكل جيد وبدون أي مشكلة. كما تشاهدون جيم جارديان أيضا في هذا برنامج نسخ الألعاب متوافق وشغال ولا يوجد فيه أي مشكلة. هكذا طبعا تشتغل التطبيقات كلها لدينا بسهولة وبدون أي مشاكل. إذا احتجتم أي شيء تابعونا في قناتنا في تليجرام وأيضا في صفحة الفيسبوك، إن شاء الله نساعد الجميع بشكل عام وبدون استثناء. نحتاج منكم دعم قوي، حوالي 200 لايك أو 300 لايك والتفاعل والمشاركة إذا استطعتم، هذا شيء يعني مطلوب من الجميع فضلا وليس أمرا. هذه كل البرامج موجودة في مجلد واحد، ممكن فك الضغط عن طريق برنامج زي أرشيف كما ذكرنا في بداية الفيديو. طريقة سهلة ولا تحتاج إلى أي شيء وبدون أي مشاكل، إن شاء الله يعني شغال ويفيد الجميع. إن شاء الله مستمرين معكم العروض القوية والمفيدة بشكل دائم ومستمر. إلى هنا ويكون الفيديو قد وصل للنهاية، لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وبالإمكان أيضا الانضمام إلى عضوية القناة كي تدعموا قناتكم. نراكم بفيديو جديد، دمتم بخير، سلام.